بسم الله الرحمن الرحيم. بعض المشاكل التي وردت أن بعض الطلاب قد يقوموا بعمل ميتينج أو اجتماع من خلال الكبسة الموجودة هون، أو من خلال صورة الكاميرا في بعض الأحيان موجودة هون، وأيضا الطلاب قد يقوموا بإرسال رسائل من خلال هذه الشاشة، وبالتالي ممكن منع هذه العملية اللي هي عملية إنشاء اجتماعات عن طريق الطلاب، أو منع الطلاب من إرسال رسائل عن طريق الذهاب إلى General، 3 نقاط، Manage Channel، إدارة القناة يعني. بعدين بدل Anyone can post messages، يعني أي واحد بإمكانه يبعث مسجات، نختار Only owner can post messages، يعني بس الأدمن للشانل للقناة هو اللي بإمكانه يبعث المسجات، اللي هو المدرس. وبالتالي راح تجد أن الطالب راح يظهر عنده شاشة بهذا الشكل، وبالتالي الطالب الآن لا يستطيع إرسال مسجات ولا يستطيع عمل أي اجتماعات.